البيت الكبير لسه مع حضراتكم ولسه لا صوت يعلو في الوسط الرياضي على صوت رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك ودفع الشرط الجزائي زي ما اتكلمنا في تفاصيل الازمه امبارح وقلنا ان كارتيرون مشي من الزمالك وهو حاسم ومتخذ قراره والدليل انه دفع الشرط الجزائي بسهوله وقلنا يمكن برضو امبارح ان في عروض كانت غير مؤكده امبارح عروض كتيره جدا لكارتيرون وقلنا انه من ضمنها الدوري السعودي وفعلا وقع كارترون المدير الفني السابق للزمالك على عقود تولي تدريب التعاون السعودي لمده موسمين طبعا في ازمه كبيره وصدمه وخضه في النادي وتوقيع كارترون الحقيقه كان سريع جدا في اقل من 24 ساعه ده بيقول حاجات كتيره جدا بيقول اول حاجه أنه هو كان متفق على كل التفاصيل وكان مخطط للرحيل ده من فتره يعني تتجاوز افتكر كمان الشهرين يعني طبعا هي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا لكن خلينا برضو يا سهام انا عايز اقول من 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 ناحيه تانية خلينا نتكلم احنا بنحل الموقف واحنا دايما هنا في قناه النادي الاهلي دايما بنحل الموقف في الموقف المدربين في الأهلية. فخلينا نتكلم وده رسالتي كمان لجماهير النادي الاهلي رسالتي لجماهير النادي الاهلي ابعدوا عن الشماته احنا عمرنا ما هنشمت في حد ولو كنا بنتكلم على ازمه كارترون مع نادي الزمالك بنتكلم من منطلق التحليل من منطلق ان كان فعلا صدمة كبيرة جدا لكن اوعي انك تتجرر انك بتبقي في عملية شماتة وجزء ده كوميكس او المعاملة بالمثل, أو يعني أو لا المعاملة لا بالمثل خالص مش مطلوبة خالص في الوقت ده لان في ناس بتقول لي يا كابتن اصل هو ما لو كانوا في مكاننا يعني دايما خليك زي ما بقول النادي الاهلي في حته تانية احنا مش في مكان حد النادي الاهلي ليه مكانه خاصه كيان النادي الاهلي ليه معامله وصفات خاصه خلينا متمسكين بهذه الصفات خلينا متمسكين بهذه المبادئ حتى لو كانت الضغوط كثيرة جدا خلينا متمسكين فأي تحليل من جانبنا من هنا في قناة النادي الأهلي هو تحليل للموقف زي ما أنت قلت سهام كانت صدمة كبيرة جدا جدا خروج كارتون لكن خلينا نتكلم بكل حدايه طبعا كارتيرون انضم لفريق التعاون السعودي ده هيبدا مشواره الجديد في الدوري السعودي طبعا على الجانب الاخر الزمالك عنده فعلا مشكله حقيقيه مشكله انه بيدور على مدرب وخاصه انه قادم على بطوله يعني نصف نهائي البطوله الافريقيه امام الرجاء كل المسؤولين في نادي الزمالك بيقولوا ان هم في بعض الاسماء المرشحه أسمعنا ان الكابتن طارق يحيى هيكون متولي القياده الفنيه في الوقت الحالي لكن في اسماء كثيره اجانب مرشحة. مرشحه من قبل مجلس اداره نادي الزمالك لاختيار مدرب جديد بعد رحيل كارتيرون بعد رحيل كارتيرون احنا طبعا قصه رحيل او هروب المدربين دي يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بشكل تفصيلي وشفنا الجري زي كارتيرون او اقالات وده بقى حدث ولا حرج كل يوم في اقاله لمدير فني في الدوري او من خلال تقديم استقاله يمكن يمكن كنا بنتكلم لا كنا بنتكلم عن كابتن ايمن المزين اللي راح وجه كذا مره النهارده كابتن خالد جلال بيقدم استقالته من تدريب فريق نادي مصر فالموضوع مش ان احنا واخدين بقى القصه بتاعت كارترون ان احنا في شماته لا سمح الله او المعامله بالمثل ابدا ابدا احنا بنتناول القضيه دي ويمكن فتحناها قبل كده ويمكن دي برضو ازمه ازمه ويظل تاثيرها على الدوري المصري كبير جدا مفيش شك أزمة كبيرة جدا واتكلمنا في عدد المدربين اللي بيط... يعني جراس الموسيقية اللي بتحدث في الدوري المصري دي يمكن كمان السنة دي رغم يعني يعني الظروف الصعبه اللي الناس كلها بتمر بيها من كورونا لكن المدربين وتغيير المدربين ازمه كبيره جدا زي ما قلت بت... اولا بتدور الكره المصريه سمعه الكره المصريه سمعه الدوري المصري فاكدنا كده مع ضيوفنا وقدمنا بعض الحلول ان شاء الله السنه الجايه يكون في اتحاد كوره منتخب يحط وينظم عمليه انتقال المدربين وعقود المدربين مع الانديه بشكل اكثر احترافيه علشان بصراحه السوق اللي احنا شايفينه والانتقالات المبرره في سوق المدربين المصريين دي لازم بصراحه يتحط, يتحط لها حدود وحدود احترافيه بشكل مناسب يعني. اكيد طيب نروح بقى للنادي الاسماعيلي نادي الاسماعيلي